السلام عليكم. الأشياء اللي تسبب لك أعطال غريبة منها دخان أسود في السيارة، نقص خلينا نقول حادة وكثير في الزيت، خصوصا مع السرعات العالية الخطوط السريعة، تسمع صوت كأنه عندك مشكلة في البلوف، هذا من برفة التبخير، بالإضافة إلى ممكن يسبب لك تهريب من غطى البلوف اللي موجود في السيارة. فهذا بلفة التبخير حق الأكورد، تمام؟ أغلب الموديلات موجود هنا، فعدم تغييره وانسداده يسبب لك مشاكل زي اللي تكلمت عنها، فمهم انك تغيره. طريقة تغييره بسيطة حتشوفوها الان. الخطوة الاولى نبعد اللي موجود هنا، تمام؟ بعد كده نحاول نسحب، مو بقوة، شوي شوي بيطلع معك. اهم شيء عندك الجلد اللي هنا، لا تطيح عليك، خلها معك. طبعا هذا هو ينفك معك، قد يعني شغل قدام البيت، محتاج انك تروح ورشة وزي كذا. طبعا لازم تغير حوالي 100,000. خلنا نحط لكم القديم والجديد، شوف الفرق بينهم. طبعا هذا القديم وهذا الجديد، طبعا ما في اختلاف في الحجم، بس هذه جلدة موجودة هنا، افكها من هنا وارجع اركبها هنا وتضبط. شوف الجديد كيف من جوا وهذا القديم، فيصير في انسدادات او في سبرينج جوا ينسد معك وما يمرر البخار، يعني ما يفصل البخار عن الزيت، وايضا يسبب لك حريق في الزيت، فتلاقي ان الزيت تبعك شوي محروق. فهذا كله بسبب هالقطعة الصغيرة، ترى قيمتها 70 ريال فقط لا غير، طبعا بدون جلدة. تجي تفك الجلدة القديمة تركبها مكانة جديدة. الآن بنظف وأطبق الجلد وأركب وأقفل وأصور لكم. طبعا الآن تم التركيب وللتسهيل، بس أول شيء أركب الجلدة، أكبس الجلدة عشان تسهل معك عملية التركيب، وبعدها أرجع أركب البلف وأركب اللي. طبعا بعض السيارات يجي عليها لازم نفك مفتاح 19، بعض السيارات 22، بعضها يجيك زي كذا كبس، فتختلف من سيارة للثانية، بس هو بيكون مكانه هنا في الرأس، يمين يسار ورا قدام، يختلف من شركة لأخرى، لكن هذا مكانه في السيارة. الآن غيرناه والأمور تمام.